صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عقيدة الولاء والبراء تنطبق على الرافضة؟ وكيف أتعامل مع الرافضي إذا كان جارا لي أو زميلا لي في الوظيفة والعمل؟ كل مشرك الذي يشرك بالله ويدعو غير الله تتبرأ منه، وإذا كان جارك تحسن إليه بموجب الجوار فقط، جار له حق وهو الجار غير المسلم، إذا كان جار له حق الجوار. وأما العداوة فهي لكل مشرك من أي طائفة ومن أي اسم تسمى، الذي يشرك بالله يقاطع ويعادى. نعم.